واحد من ابناء هذا او هذه المسيره الطويله في فوز الاهلي باللقب لاعبا ومدربا كان الشيخ طه اسماعيل المحلل الكبير وشيخ المحللين الرياضيين حقيقه دلوقتي. شيخ طه اسماعيل ورؤيته عن الرهان على الاهلي. اللي يراهن على الاهلي دايما بيكسب. اللي بيراهن على جمهور النادي الاهلي واداره النادي الاهلي دايما بيكسب. ومقاومات هذه هو قيمه النادي الاهلي ووحده النادي الاهلي كمجلس اداره وكجماهير وكلاعبين وكمنتسبين. هذه الوحده واللي يعني دايما تصرفها تصرف متفق مع الواقع من ضمن الاشياء المهمه جدا اللي اوصلت النادي الاهلي الى هذه المنظومه العظيمه. فايلر كسب قلوب الناس. المرحله الاولى من الاضطرابات اللي كانت موضوعها نجح فيها بدرجه كبيره جدا وهو الفوز بالدوري العام قبل 7 أسابيع من انتهائه. النادي الاهلي نجاح كبير جدا من خلال يعني 26 او 27 مباراه 27 مباراه حقق فيها بطوله الدوري العام. ودايما بطوله الدوري العام هي البطوله الحقيقيه في بطولات الدول. وان تفوز للمره الخامسه على التوالي، ان تفوز للمره ال 42، فهذا انجاز عظيم جدا يحسب في النادي الاهلي. فايلر نجح في المرحله الاولى وهي الفوز ببطوله الدوري العام. قدام مهمه جدا برضو مع الناس كلها منتظرها وهي بطوله افريقيا دور قبل النهائي والنهائي باذن الله تعالى ليكتمل المنظومه كامله. انا يعني في هذا اليوم سعيد جدا لانه يعني صحيح النادي الاهلي معتاد على بطوله الدوري العام في معظم الاحيان، لكن كفريق بجماهيره وبادارته وبجهازه الفني وبكل منتسبيه ثم يحافظ على تركيزه وخاصه بعد مرور عده اشهر في نكبه كورونا ثم بعد ذلك العوده بعدها والنادي يحافظ على الايقاع اللي بيلعب فيه طوال المباريات كلها ويصل الى نهايه المشوار قبل 7 أسابيع يعتبر انجاز عظيم جدا. انهي اداره والجماهير والجهاز الفني واللاعبين اللي ادوا اداء كبير جدا وبهني فايلر على وجه الخصوص. الحقيقه يعني لا قول بعد قول الدكتور طه.